يقف المسجد العتيق في ميدان البلدية الشهير والقديم شامخا وشاهدا على قرون خلت مرت فيها المدينة والميدان تحديدا بأحداث عظيمة بدأت منذ بنائه في القرن السادس عشر على يد السكان المحليين ليخضع للتطوير أبان فترة الحكم العثماني الأول ليكون بقبته المركزية نموذجا للطراز العثماني. وتاريخ عتيق يعني لليوم لأمس، والحمد لله بفضل الله يعني أغلب السكان المنطقة حتى الصبيان كنا أول من تعلموا الصلاة في المسجد هذا، يعني سواء كانوا جدودنا أو شيابنا أو عنيب، فالجامع هذا يعني له تاريخ عريق. رواية أخرى تقول أن المسجد تأسس في القرن الثامن عشر ثم خضع للصيانة والترميم والتوسعة في العام 1908، حيث شهد زيارات لأشهر قراء القرآن المصريين وعلى رأسهم الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الصديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي زار بنغازي عام 1968. الحقيقة نحن في أمام مسجد العتيق، مسجد من أقدم مساجد في مدينة بنغازي. هذا مساج بني تركي وزجد تم تجديده عن طريق أيام إيطاليا، وثم تم تحويره في 1970 شيلة السمعة الأولى من بناء الجزء هذا الدوني بناء جديد. وطبعا الحقيقة في مدة الحرب هذا أقفل لمدة 4 سنوات. الحمد لله بفضل الله وجهود الناس الطيبة من أهل السوق ومن المنطقة، وحقيقة من أهل السوق قاموا بتبرعات حقيقة سخية وقاموا بصيانته بالخارج وبالداخل وتم إعادته المسجد كما هو كما كان عليه. المسجد العتيق كان شاهدا على فترات الاحتلال البريطاني والإيطالي ومنبرا لخطابات الدعوة للاستقلال، بالإضافة إلى إقامة العديد من المناسبات الدينية الضخمة على مر التاريخ. هذا المسجد التاريخي صمد أمام العديد من عمليات القصف التي تعرضت لها المدينة أبان الحرب العالمية الثانية وآخر قصص صموده كانت خلال الحرب على الإرهاب، حيث تحصنت بالمنطقة وهي سوق الحوت الجماعات الإرهابية لسنوات امتدت من العام 2014، ليظل المسجد العتيق معلما تاريخيا شاهدا على تاريخ ليبيا وليصدح فيه الأذان مجددا استمرارا لقصته القديمة المستمرة مع مدينة بنغازي. المسجد العتيق والذي أخذ من اسمه نصيب الأسد هو من أقدم المساجد في بنغازي، حيث تم بناؤه عام 1577، لكنه أقفل لمدة 4 سنوات بكون هذه المنطقة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش. واليوم بعد تحريرها يفتح المسجد أبوابه أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك. عوض البرغثي، الغد، بنغازي.